انتم على موعد هلا مع فقره كويزين لليوم مع شيف ضحى البغدادي وسلطه مفعمه بالانرجي والطاقه، لان رح نحكي عن الكينوا والفاكهه المجففه. اهلا وسهلا فيك يا شيف ضحى. اهلا وسهلا بك يا برانش. اليوم خلطه لذيذه من الالوان ومفعمه مثل ما قلت بالطاقه، هالنوع من السلطه، شو المكونات الاساسيه؟ هلا انا اول شيء ارحب بالمشاهدين اللي عم يتابعونا، ولاحظت من اول حلقه انت عم تحكين كل على الدايت وعلى الجسم وعلى كذا. انا اليوم اختارت سلطه الكينوا. سلطه الكينوا يمكن كل احد يعملها بطريقته، اليوم على طريقتي انا شيف ضحى البغدادي. مكوناته بسيطه وراح يكونوا موجودين، يعني كل بيت موجود، وبس يعني في شغلات يعني ست البيت يمكن ما يخطر بباله. هيدي يساعده طبعا، انا خففت وزني والعالم كليته يتعجبون كيف انا ضعفت بهالاشياء اللي انا اكلها. بعدت عن الخبز وبعدت عن الرز وجيت على السلطات اللي موجوده اللي انا راح اسويها. هيدي احد السلطات. كم وحده حراريه رح يكون هيدا الطبق فيه؟ صراحه بالنسبه للكينوا 6% يعني من الوحدات بالمكونات الموجوده فيها، وبعدين لها فوائد كثيره بالامراض السرطانيه يحمينا. هيدا انا اللي دا اشوفه يعني ما راح ياخذ غير 300 400 يعني الكالوري. أوكي. للجسم يعني كثير طبيعي، طبق كامل مكمل. صح. للعيله. صح. وتاخذين هو ايش راح يكون انت يعني هاي الحفله احنا بنقول مظبوط راح تشبعين من عنده، واذا تعودتي على هيدا راح يمتص الدهونات اللي بالجسم والمي وراح يخفف عن الوزن، وهاي شيء مجرب عن جد انا مجربته وماشيه فيه. فهلا المكونات، مكوناتنا الشومر اللي كل العالم يعني ما يخطر براسهم. الشومر بس إلى طعمه وطيب. صح. اذا خلطتوه مع الكينوا راح يطلع طعم رائع جدا. عندي البقدونس وعندي البصل الاحمر الهندي، انا اختاره بالسلطات، خفيف بالحراره وطعمته طيبه. صح. ولونه حلو. ولونه حلو. اوكي. وعندنا البندوره وعندنا الخيار. ادي الحمص. أي. اجيت الحمص اخذت مسلوق فقط، وما راح يعني يعطينا كالوري كثير بالجسم، لانه اذا هذا المكون انا كليته على الخمس افراد العائله. اوكي. على العكس يعني اليوم الحمص من البقوليات اللي مرغوبه كمان. مهمه. ايوه المهمه مثل العدس والايام الجايه ان شاء الله كمان نقدم. نعم. لكم اشياء بالعدس ايضا. هلا راح ابلش انا. اوكي. ليه اخترت الكينوا الحمراء؟ الحمراء حتى تعطيني الوان. أي. ونفس نفس الوقت الاحمر ما مثل الابيض. أوكي. لأنه يكون أخف يعني مش مقشور ولا هو هيك؟ لا مش مقشور. أوكي. طيب لكن الكينوا سلقية، تعطيني كيف سلقت؟ سلقتها سلقتها بدون زيت. أوكي. بس غسلتها وخليت المي وضفتها وخليتها على النار لمدة ربع ساعة سلق لي بدون زيت. وصفيناها؟ وصفيتها من بالمصفاية. نعم. وبعدين أنا خلصته. نعم. وعندي المشمش أيضا. أوكي. المشمش هيدا أنا اختارته وقطعته، وعندي الزبيب، فيها تختار الزبيب الأسود، فيها تختار الزبيب الأصفر اللي بدي اياه، وعندي زيت الزيتون أخذت، وعندي الخل البسلاميك، وعندي الحامض والملح. عظيم. نبلش؟ يلا خلينا نبلش بالمكونات ونخلط هالمكونات كلها سوا. مفعمة بالطاقة. عندنا هنا الكينوا. أوكي. وعندي الحمص المسلوق. عظيم. الله شوفي اذا حندخل من لون اللون. وعندي المشمش. مشمش المجفف. مجفف. وعندي الزبيب، شوف الالوان دخلنا شو حلو. وعندي بندوره. البندوره. اوكي. فينا نختار بندوره كرزيه؟ اختاري بس انا. أوكي. حبيت المقطعه راح يعني اساويهم اذا لاحظتي انا المساواه مربعات مثل الكلب. وعندي الخيار. اوكي. عندي الشومر مهم جدا من كبتي. كل يعني انت لاحظتي كبايه 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 من كل شيء، حتى الشومر كبايه، والبقدونس عندي، وعندي البصل الاحمر. هلا ها صارت مكوناتنا، بس خليني اختار اعمل السخل. ايوه سخل البلسميك مع الحامض. اوكي. ومع زيت الزيتون ناخذ، يعني شفتي انا ما خفت.
هذه اضافاتنا يعني بالكاساية انا مقادير واحد. نعم. وهنا انا عندي الملح. رشة الملح خفيفة لان تعرفين مثلا كثير من العالم ما بيحبوا الاملاح، وعندي هنا انا اخلطها بهاي الخلطة واجيب لازم هاي تنجبن تقولي كلها سوا. اي نعم انا شوفي حبيبي اخلطها بهذا الشكل، شوفي الالوان شو حلوة. صحيح الالوان زاهية بتشهي يعني هالسلطة. ايه بالشهي الى ابعد الحدود. وهنا انا اني اقلب بالعاده نشوف على لائحه الطعام مثلا تبوله بالكينوا. نعم اليوم اي في تبوله بالكينوا. انا خلطه غريبه انا اضيف انا اضيف خلطاته انوع يعني خلص التبوله اكثر العالم يعني وين ما تروحين تاكليها. بس انت حاطه مكونات تبوله يعني البصل طبعا البلدورة. طبعا بس ضفت الشومر، الشومر الى طعمه رهيبه يعني. انا عندنا ايضا ببلدي بالعراق انا اصول العراقية بس صار لي صراحة 20 سنة هون. صح. خلاص صرت لبنانية ومعي جنسية لبنانية. اي ف هيدا عندي خلصنا وراح نسكب. رح نروح نحن لزميلنا جورج عبود يلي فعلا عم بيواكب اليوم الجلسة التشريعية بمجلس النواب. جورج صباح الخير. مع جورج يلي فعلا هن عملوا خلطة بالمجلس ونحن وضحى عملنا خلطة بمطبخنا الصغير. ضحى سكبت الكينوا سالد مثل ما شايفة، الألوان عن جد روعة بتشهي. هلا في ناس بتخاف من الشمر لأنه قوي، شو بعرف شو بتعملوه بالسجق ليعطوا نكهة السجق؟ نستخدمه بعدة يعني لا هذا الشمر اللي يجينا الأخضر اللي أنتوا سموه شمر بس بالعراق شو بنسميه احنا؟ شو؟ نسميه شبنت. شبنت؟ شبنت زينة. اي زينة. والبقدونس نسميه معدنوس. شو هيدا؟ معدنوس؟ معدنوس اي نعم. هذا عراقي؟ مش لبناني؟ عراقي لا مش لبناني. اوكي وسكبته بطريقه ليك يعني الكل معروف بانه ينسكب السلط بكاسايه. ما هي بدي اقول لك انت لا اليوم انا بحب الصحن يكون اكبر ويكون الالوان الزاهيه مبينه يعني تشوفين داخل. صح. الموف مع الاخضر مع الاورنج مع البندوره المحمره. ايه. والحمص وإلى طعمه طيبه وصيفيه بامتياز مثل انت عم تقولي لما العاده الكينوا بنستغله لانه بينكبس بالقالب وبيطلع له مثل قالب كينوا بس هيك بتشهي اكثر. صح. بتشهي وماخذه يعني في عالم يمكن الكينوا ما بيستطعموها بيقولوا ما نحس فيها طعم البرغل مثل البرغل. أوكي. وعالم تخاف يعني تتقرب إليه. أنا من خلطته بغير تبولة وبعدت عندي بس الرمان. صح. لأنه الدبس لأنه الكينوا بالتبولة ما يخلون الحامض بيخلوا دبس رمان لأن أنا تعرفين أنا لأنه خبرة أنت بهيدا وأنا شيف شيف مطعم. ايه طبعا أنا منو شيف يعني سوري. صح. يعني شيف بيت. ايه كمان سؤال لك ضحى إذا بدي أضيف بروتين عليها غير الحمص بدك تضيفين اللحومات لا ايه مثلا سالمون أكثر أكثر شيء الدجاج ناخذ السفينة سمينة الدجاج ونشويها. أوكي. يعني بطريقة أنا استغربت عندي كان صار عزومة الأسبوع الماضي رفيقتي هي عاملة دايت شو عملت أنا الطاو صدر الدجاج قطعته وبالمقلاية يعني أنا أنصح كل سيدة اللي عاملة دايت وتفزع من الزيوت بس مجرد يكون مثلا المقلاية عارفة هي عدم اللصق ما بدنا أوكي. نقول ماركات أوكي. بس مقلاية انت نفس الحالة عندك مقلاية مثلا تعرفيها هاي ما بتلسق بس مجرد زيت بالكلينكس ازيته وبعدين اشوي طلع لها الطبق طاو وطعمه طيبة وضفته للكينوا للسلطات. طيب ضحى اذا انا بدي اعمل جات بالبيت كبير كبير نعم. كمان بروح عن طبقات الكينوا والخضار بروح بجبله سلاد وبتنحط عندي بسهوله على سفرتي بسهوله بس كل انسان هو بيسكب على راحته. اي بس انت لاحظتي يعني اذا انا اخذت نوع الكاسايه اللي هيدي اي هيدي قد ايه تاخذ لي شيء 50 جرام 60 جرام. اي طبعا انا اوزن الكاسايه قبل وبعدين اضيفها اشوف انا قد ايه خليت. اي
اخذ مثلا كبايه هيدي كبايه ام استمر هاي جاط؟ اذا انت تعرفين عدد الافراد العائله خلينا كمان مرتين نقطشك ونروح دغري لزملائنا. شيف دوحة، لكن هي سلطه الكينوا مثل ما كنا عم نقول فينا نضيف لها البروتين، انت بتروحي اكثر للدجاج اخف شيء اخف شيء او 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 اللحم اللي احنا نسميه لحمه الشاورما الستيك اخذه اشويه واقطعه الى قطع مثل الشاورما واضيفه فوقه كثير منيح. طيب دوحة، اذا عملت انا هيدي السلطه او الانتري بيلبق لها اكل اجنبي او عربي؟ يعني فيني احط من بعد الحمص بطحينه الاثنين لان احنا ماخذ لان احنا شو عاملين؟ احنا منوعين منوعين كل شيء بالعربي وبالاجنبي. اوكي، وعلى فكره اكثر العالم اليوم على مستقصدين انا وياكي كمان نرجع على لا لكن دوحة هيك انا وياكي رح نختم هيدي الفقره باشهى سلطه كينوا بالفاكهه المجففه. اهلا وسهلا فيك دوحة البغدادي. مشاهدينا فاصل وبتتابعوا الفقره الاخيره مع زميلي ايلي يلي رح يكون في معه ضيف. الهدف من الايفنت اللي عم بحضروه هو لهيك ريسكيو بلان اكيد لجمعيه بنفتخر فيها بلبنان لا تبغي الربح. بنتابع.